احنا حاليا اعمال الحفر، يعني بعد ما مخلصين اعمال الحفر، بس حاليا تقريبا وصلنا 3/4 الموقع حفرناها بكميات تقريبا 31,000 متر مكعب. وهسه عدتها كثير هاي المناطق الاساسات القديمه الرفتات والهاي، بعد ما نكسر الرفتات ان شاء الله من نرجع نكمل الحفر مال بالعمق المطلوب. العمل متى يبدا؟ يعني من الساعه الصباح الاولى، من تقريبا من السادسه صباحا للخمسه مساء. بعد ان يتم حفر الاساسات، شنو المرحله المقبله؟ اعمال تعرف الدفن، دفن الطبقات، جلموت، تكله نهريه، دك جبليه، ونكمل بعدين ان شاء الله شغل. يعني ايش قد يطول عمليه الحفر المتبقيه؟ بحدود ان شاء الله اقول لك اسبوعين، يعني ان شاء الله اسبوعين نقدر نجي نشوف الاساسات محفوره ان شاء الله.